الأحداث في غزة فرضت نفسها على كل وسائل الإعلام العالمية، مش بس الأمريكية أو الأوروبية، لا احنا شايفين كمان وسائل الإعلام الروسية ركزت بشكل كبير على نقل التطورات لحظة بلحظة، خصوصا مع وجود أكتر من 1000 مواطن بيحمل الجنسية الروسية موجود ومتواجد على أرض غزة الفلسطينية. احنا قعدنا لسنوات يمكن بنقرأ وبنتابع الدعم اللي كان بيقدم من قبل الاتحاد السوفيتي، وبعد صحيح. تفكيك الاتحاد السوفيتي شفنا تغير في الدعم او في تغير في الموقف تجاه القضيه الفلسطينيه. انت عارف طبعا مع تفكك الاتحاد السوفيتي صحيح. كل دوله قامت بشكل او باخر بتدعيم علاقتها بشكل او باخر، وحصل تغير في البوصله. بس فعلا من الاتحاد السوفيتي تاريخيا كان ليه مواقف محترمه جدا منحازه للحق الفلسطيني، مش بس في الدوائر السياسيه فقط في روسيا، لكن ايضا في الدوائر الاعلاميه والدوائر الثقافيه كمان والمبدعين. يعني في بعض المواقف المهمه جدا لا تنسى ابدا في تاريخ القضيه الفلسطينيه، اسماء لمبدعين وكتاب وقفوا وانحازوا للقضيه الفلسطينيه. زي ما انت قلت منا في المقدمه، في اكثر من 1000 مواطن يحمل الجنسيه الروسيه داخل اراضي غزه او داخل قطاع غزه، واحنا شفنا الايام اللي فاتت محاولات واتصالات مكثفه من الجانب الروسي مع اطراف موجوده لاخراج الرعايا الاجانب بشكل عام، وطبعا الرعايا الروس بشكل عام. احنا شفنا الموقف المصري يا محمد في الفترة الأخيرة، خصوصا الضغط اللي قامت بيه الدولة المصرية متمثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه قال مفيش أي حد من مزدوجي الجنسية هيتم عبورهم المعبر رفح إلا مع دخول المساعدات، وده كانت واحدة من وسائل الضغط اللي مارستها الدولة المصرية لدخول المساعدات والدعم أهالينا في غزة، أنه لا خروج لمزدوجي الجنسية ومش هيبقى فيه أي عبور من خلال الأراضي المصرية إلا من خلال دخول المساعدات. خلونا نتعرف مع حضراتكم أكثر على تناول الصحف الروسية للأحداث في غزة من دكتور شريف جاد مدير النشاط الإعلامي بالمركز الثقافي الروسي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور شريف. أستاذ من أهلا بحضرتك. اتفضل. هي بنتكلم على التغيير الكبير اللي موجود في توجهات الصحافة الروسية بشكل عام فيما يخص الحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. المتابع للصحف الروسية الحقيقة كان لها تاريخ ممتد جدا في دعم القضية الفلسطينية في الحقبة السوفيتية، تغير كبير جدا حصل في بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل وحيادية في الإعلام الروسي يعني بالعرض على التواصل مع إسرائيل والتواصل مع فلسطين. التصريحات الفلسطينية بتنشر، التصريحات الإسرائيلية بتنشر، الفترة الأخيرة تغيير كبير جدا في صالح القضية الفلسطينية. أنا يعني برصد لحضراتكم وللسادة المشاهدين إنه في موقف إيجابي جدا من في الصحف الروسية الحقيقة والإعلام الروسي بشكل عام النهارده. القنوات الروسية بشكل عام كلها نقلت الصورة بشكل يعني صادق جدا. المشاهد العنيفه اللي بنشوفها النهارده على شاشاتنا في التلفزيون المصري، احنا شايفينها بالفعل مباشر من غزه، الشاشه قدامنا بتنقل مشاهد من غزه. بالظبط، يعني التلفزيون المصري طبعا موقفه الرائد في المجال ده طبيعي جدا، طول عمر الشعب المصري مساند وداعم للقضيه الفلسطينيه. روسيا النهارده موقفها في نفس الخندق اللي واقفه فيه مصر الحقيقه. الاعلام الروسي متعاطف جدا مع الشعب الفلسطيني بحديث كبير عن الحرب الاباده، عن التجاوزات الاسرائيليه غير المسبوقه، عن تحدي اسرائيل للعالم. النهارده المواطن الروسي بيشاهد مقالات فيها بوضوح كبير جدا موقف من الاعتداءات الاسرائيليه والتصرفات الاسرائيليه الهمجيه الحقيقه اللي موجوده في غزه النهارده. لاول مره اشوف لغه فيها هجوم عنيف على اسرائيل وعلى التصرفات الاسرائيليه في فلسطين، يمكن ده ما كانش موجود الفتره اللي قبل كده، كان في حياديه شويه ان انا ممكن انشر ما ينشر من الاعلانات الاسرائيليه وما ينشر من الجانب الفلسطيني ايضا. الموقف الحيادي دوت الحقيقه اختفى في الفتره الاخيره خلال 39 يوم دولت، واضح بدا يتزايد تحديدا في الفتره الاخيره. يمكن حتى في البدايه كان في ما يعني تناول الاعلام الاسرائيلي والاعلام الفلسطيني بحياديه ايضا، لكن بدات الميزان
يعني يتغير في صالح القضية الفلسطينية نتيجة حرب الإبادة وإرهاب الدولة اللي بتمارسه إسرائيل النهاردة، وتحدي العالم اللي موجود. المواطن الروسي النهاردة بيشوف مقالات واضحة وصريحة. يمكن لو خدنا من النقطة دي وناخد من كلام حضرتك عنوان من العناوين الكاشفة، ثروة غزة، ده يمكن يوضح هل بتسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم غربي؟ هل الدعم اللي بيقدم لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية علشان الهجوم اللي بيحصل على قطاع غزة اللي بيمتلك ثروات وموارد طبيعية تقدر بمليارات الدولارات، هو علشان كده بيدعم إسرائيل لتحارب ولتعتدي نيابة عنه حتى تنال إسرائيل مزيد من الغنائم وبالتبعية الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا مع حضرتك، لأن ده كمان زاوية جديدة جدا من الجانب الروسي، إن الكاتب هنا بيتكلم على الثروات الكبيرة جدا اللي بتمتع بها غزة، وإن بالفعل في يعني رصد لهذه الثروات من الجانب الإسرائيلي، وفي خطط إسرائيلية يعني الحقيقة منذ فترة طويلة جدا للسيطرة على هذه الثروات ومحاولة تهجير شعب غزة للدول المجاورة بهدف يعني هدف الإسرائيلي المعتاد كسب أرض جديدة وتوسيع أرض إسرائيل الكبرى اللي هم بيحلموا بها. الحقيقة المقالة كانت مهمة جدا، تتكلم على ما يتميز به غزة من ثروات طبيعية، وبالتالي أطماع الجانب الإسرائيلي بدعم من أمريكا في الوصول لهذه الثروات ويعني التمكن منها للأبد يعني. طيب نروح مع حضرتك لصحيفة برافدا الروسية، وفي تقرير أن رد فعل إسرائيل الباطش أثار صدمة كبيرة جدا في العالم الإسلامي والرأي العام. أكدت الصحيفة أن إسرائيل بعدوانها على غزة بتدمر نفسها. كلمنا أكثر عن هذا التحليل. ده صحيح، كلمة برافدا بالعربي يعني الحقيقة، والبرافدا من جرائد العريقة جدا في روسيا، ودايما كان ليهم مراسل دائم في القاهرة. الموضوع بيتكلم عن انه اسرائيل بالفعل النهاردة بدأ في حالة عداء غير مسبوقة ضد اسرائيل في العالم كله. النهاردة اسرائيل بتدمر نفسها فعلا كما ذكر الكاتب، نتيجة حالة الكراهية المتزايدة على المستوى الشعبي في دول عديدة جدا، حتى في دول اوروبا الغربية الداعمة لاسرائيل. حتى في نفس هذه الدول النهارده المظاهرات بتخرج رافضة هذه التصرفات الهمجية وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. النهارده في ناس بمجرد ما بتسمع عن النهارده الفنادق بتنكر ان في اسرائيليين النهارده في دول كتير جدا، يعني بيبقى مثال عايشين حياه سريه مش قادرين يعلنوا ان هم موجودين بعد ما كانوا بيمشوا بالقبعه اللي على دماغهم معروف ان دول اليهود، وبيتعرفوا بتصرفوا بمنتهى الاريحيه. النهارده بينكروا نفسهم، بقى في خوف ان هم حتى يبانوا في العالم كله. هذا الكره نتيجه تصرفاتهم العدوانيه، نتيجه تحدي شعوب العالم. نادر روسيا بتقدم في الامم المتحده عرض اقتراح بوقف اطلاق النار. امريكا للاسف بتستخدم الفيتو لعدم تمرير هذا القرار، وبالتالي يعني دعم واضح وسافر ويعني غير منطقي خالص من امريكا بحكومتها الحاليه اللي للاسف الشديد بتقود العالم مع اسرائيل الى يعني نقطة غير مسبوقة من السواد ومن الغضب ومن الكراهية. وهما تم إثارته تحت عنوان الرقابة العسكرية في إسرائيل الديمقراطية. يعني احنا شفنا شيء مختلف كتبه ماكسيم كاربينكو في أوراسيا ديلي حول إخضاع المواد الصحفية ونشاط الصحفيين المحليين والأجانب للرقابة العسكرية الصارمة في إسرائيل، ووصل الأمر يمكن لمطالبة الإعلاميين بتمرير تقاريرهم على الرقابة الإسرائيلية قبل النشر. هل هذه هي إسرائيل الديمقراطية؟ بالضبط، بيتكلموا عن الديمقراطية، بيتكلموا عن حقوق الإنسان. النهاردة الإعلام الأجنبي اللي موجود النهاردة بدأ خلاص يتفرد عليه زي ما كتب ماكسيم كاربينكو في أنه رقابة واضحة وصريحة، اعرضوا علينا الأول الماتيريال قبل ما تتنشر، وبالتالي دي كارثة غير مسبوقة أيضا على مستوى العالم. النهاردة كل الدول مرت بأزمات مع يعني وكالات أجنبية على أراضيها، لكن كانت يعني لم تصل من قبل وغير مسبوق ان الدوله تطلب رقابه على الاعلام الاجنبي. طيب. يعني ده حاجه غير مسبوقه على الاطلاق، ده استمرار للسياسه العدوانيه والهمجيه اللي بتمارسها اسرائيل في تحدي سافر للعالم كله.
أكيد. كل شكر ليك الدكتور شريف جاد، مدير النشاط الإعلامي بالمركز الثقافي الروسي، شكرا جزيلا.